كما تسري رائحة العطر جاء دافئا هادئا صوت مضيفة الطيران الإيطالية يعلن أن الرحلة التي أقلعت من مطار تونس قرطاج تستعد للهبوط في مطار روما فيومنتينو. كان للإسم والكيفية التي نطقته بها المضيفة وقع السحر في نفس أيوب. اشرأبت أعناق إلى النوافذ تستكشف الأسفل إلى حيث تنزل الطائرة النفاثة التي كانت تحلق عاليا منذ أكثر من ساعة. ثم طلب من الركاب كما يطلب منهم عند كل إقلاع أو هبوط أو طارئ أن يربطوا أحزمتهم. كانت المرة الأولى التي يركب فيها أيوب بن عاشور الطائرة. يحس بفخر يمتلئ صدره من هوائه، يحدث نفسه وهو يخشى أن يسمعه من بجواره: ها أنا ذا سأطأ أرض إيطاليا وأدخلها من بابها الكبير. كثيرا ما كان يسمع بمطار فيومنتينو الشهير، وها هو يهبط إليه وهو يستحضر قصص شباب كثر غامروا بأرواحهم وهم يركبون البحر يريدون إلى موطئ قدم في إيطاليا يكون منطلقهم إلى أرجاء أوروبا التي يحلمون بها. يعرف بعضا من الذين فقدوا في البحر وصاروا في عداد الموتى. عم الصمت الطائرة هو صمت يشبه الخوف، بل هو الخوف. كثيرا ما قيل إن حوادث الطيران تقع عند الإقلاع أو النزول. قد يكون ذلك هو السبب في هذا الصمت الخوف كما يراه أيوب الشاب القادم من القيروان التي لم يعرف سواها على مدى سن عمره 25. واصلت الطائرة هبوطها. يعلم أيوب أن مارغريتا ستكون في انتظاره. لقد وفت على مدى الشهور الماضية بكل ما وعدت به. حصل على تأشيرة سياحية وبعثت له بتذكرة الطائرة. لم يكن يخامر أيوب شك في أنها ستكون هناك في انتظاره وأنها ستلوح له بيدها حتى يراها وهي بين المنتظرين. هو مشهد طالما حلم به. لا يدري أيوب بداية محددة لعلاقته بمارغريتا المرأة الإيطالية ذات الشعر الكستنائي الفاتح. هي علاقة بدأت هكذا بلا تمهيد ولا مقدمات. حسبها سائحة عابرة كما عبرت من القيروان سائحات كثيرات وسياح كثيرون أخذوا معهم صور المآثر والمباني والوجوه والساحات وكل ما تستطيع أن تحمله آلات تصويرهم وهواتفهم الذكية. ولكن مارغريتا لم تكن سائحة عابرة ولم تعد إلى بلدها إيطاليا بالصور فقط، بل إنها ظفرت بهذا الشاب الوسيم بعد أن جذبتها إليه سحنته القمحية التي تحكي عن بيئته وعن المجال الذي نشأ فيه. التقته صدفة لما كانت في رحلة سياحية إلى القيروان، ثم إنها سريعا باحت له بما اختلج في أعماقها من إحساس تجاهه. تكررت لقاءاتهما بوتيرة يومية ولم تكن تكف عن القول إنها وقعت في حبه. صحيح أنها تكبره بعشر سنين ولكنها كانت على قدر من الجمال. لا يخفي أيوب أنه أعجب بها، ولم يجد بعد من الكلام ما يصف به تلك الومضة التي شدته إليها بينما كانت بجانبه في باحة مسجد عقبة بن نافع وهو يحاول أن يحكي عن تاريخ ذلك المسجد الأقدم في إفريقيا. كانت تصغي إليه باهتمام وكانت من حين إلى آخر تثبت نظراتها في عينيه. في زرقة عينيها صفاء يشبه صفاء ماء الخلجان المتوسطية، لعل ذلك ما جعله ينجذب ويميل إليها. قد يكون ذلك، وقد يكون رأى في تانك العينين ذواتي لون المتوسط معبرا آمنا له إلى البر الآخر الذي حلم به هو أيضا كما حلم به شبان من مثل سن عمره وممن يصغرونه سنا. تواصل الطائرة هبوطها إلى مدارج مطار روما فيومنتينو ويواصل الصمت مهيمنا. ثم لمست العجلات أرضية المطار وجاء من جديد ذلك الصوت الدافئ الهادئ يخبر بأن الطائرة حطت بمطار فيومنتينو.
ثم تحدثت عن درجات الحرارة التي في الخارج. نزل الركاب تباعا، حمل أيوب حقيبة صغيرة ونزل مع النازلين. بسلاسة ختم جوازه بعد أن أخذ حقيبته الكبيرة. في الممر المفضي إلى الخارج منتظرون، حدق في وجوههم وركز على وجوه النساء من بينهم. لم يكن هناك وجه مارغريتا، لعلها تأخرت في الوصول إلى المطار لسبب أو آخر. تنحى جانبا ووقف عند أقدامه، وضع حقيبتيه. يتواصل تدفق المسافرين من قاعة الوصول ويتراجع عدد المنتظرين، ولم يظهر أثر لمارغريتا. يتساءل عن سبب إبطائها في الظهور. انقضى من الوقت ما يناهز نصف الساعة. يستحضر ما قالته له بالأمس في مكالمتها الهاتفية الأخيرة. كانت تؤكد له أنها ستنتظره في المطار، ولكنها لا توجد هنا. من مكبرات صوت تنتشر في أرجاء بهو المطار تأتي رنات وأصوات تخبر بوصول رحلة وببداية عمليات الإركاب لانطلاق رحلات أخرى. فكر في الاتصال بها. عليه أن يشتري لهاتفه بطاقة من إحدى شركات الهاتف العاملة في إيطاليا. لاحظ ثمنها المرتفع، كان لا يزال يقيس الأسعار بما هي عليه بالدينار التونسي. ركب رقم هاتف مارغريتا، ظل يرن ولم ترد. في محاولته الرابعة فقط جاءه صوت منهك يسأل عن المتصل، وبإيطاليته التقريبية قال: أنا أيوب يا مارغريتا، أنا في المطار، وصلت منذ نحو ساعة الآن. يسمع تنفس من في الجانب الآخر من الخط، ولكنه لم يتلق ردا. وحتى يتأكد من أنه لم يخطئ في الرقم، سأل إن كان الرقم رقم مارغريتا. قال له إنه يريد التحدث إلى مارغريتا ديلاكوا. سمع زفيرا تلته كلمات معدودة: لا سيدي، لست مارغريتا. ثم أنهيت المكالمة. ظن أن شيئا ما حدث لمارغريتا. عاد إلى ذاكرة هاتفه المحمول وأخرج رقم هاتفها، ذاك الذي اتصلت منه في المرة الأخيرة. وبينما كان يستعد لمحاولة جديدة للاتصال بها، ظهرت في باب المطار. أسرعت الخطوة نحوه وقد فتحت ذراعيها تريد معانقته. عانقته بحرارة وهي تعتذر له عن تأخرها في الوصول إلى المطار. قالت إنها مرت بطريق كانت بها حادثة سير أربكت حركة المرور لما يقرب من الساعة. خرج من باب المطار، كانت تبدو مسرورة بوصوله. غير بعيد عند سيارة حمراء من ماركة إيطالية عريقة توقفت. أومضت أضواء السيارة وقالت مارغريتا: هذه سيارتنا. وضع حقيبتيه في صندوق الأمتعة وركب إلى جانبها وانطلقت. لاحظ أن شقراءه تجيد السياقة كالرجال. مرت بطرق واسعة ثم دخلت شوارع أقل اتساعا، وفي بيا أوديرزو وقفت واتخذت لسيارتها مكانا بين سيارات مركونة على جانب الطريق. كان اليوم يوم أحد، وكان الجو جو أواخر ربيع العام 13 و2000. قالت وهي تبتسم ابتسامتها الساحرة: ها نحن قد وصلنا. أشارت إلى نافذة في الطابق الثاني من عمارة يحيطها سور: هناك. فتحت صندوق الأمتعة، حمل أيوب حقيبتيه ودخل من باب في أقصى السور. أغلب النوافذ مغلقة. صعد السلم إلى الطابق الثاني، تقدمت وفتحت بابا خشبيا في عمق ممر ينيره ضوء خافت. مرحبا بك في روما. عانقته ثانية، كان لقاؤهما الأخير قبل أكثر من نصف عام في القيروان. مرة بعد أخرى تمنح نفسها مسافة لترى وجهه كاملا. كانت وهي تمسح ملامحه بنظراتها تبدو وكأنها تريد أن تتيقن من أن لا شيء تغير فيها. عرفته على مرافق شقتها، كل ما فيها رتب بعناية. سريعا لاحظ أيوب أن الألوان والأثاث تختلف تماما عما ألف في بيت عائلته
في المدينة العتيقة للقيروان. اتصل بوالدته وأبلغها بأنه وصل إلى روما. كانت مارغريتا تصغي إليه وتبتسم، ولما أنهى مكالمته دنت منه وهمست في أذنه أنه سيكون عليه أن يعلمها العربية. رد بابتسامة وقال: وعليك أن تجعليني أجيد الإيطالية. هناك في القيروان كانت قد أخبرته بأنها تعمل في شركة لصناعة الأدوية، وكان ذلك من المعلومات القليلة التي أفضت بها إليه عن حياتها الخاصة في إيطاليا. وكان هو قد أخبرها بأنه لما حصل على الإجازة في الأدب الإنجليزي لم يجد وظيفة، وكان يعمل دليلا سياحيا موسميا لكسب بعض المال. كان أيوب يفكر بجد في سبيل تخرجه من واقعه ذاك الذي لم يكن راض عنه تمام الرضا، وقد ظن أن مارغريتا هي التي ستقوده إلى تلك السبيل. انقضت الأيام الأولى من وجوده في روما دون أن يغادر شقة مارغريتا إلا قليلا حين تسمح أوقات عملها بذلك. لم تبح له بماضيها حتى سألها ذات مساء. حدثته كثيرا عن طفولتها الأولى وعن السنوات التي كانت تمضي فيها العطل المدرسية في مزرعة جدها لأمها. كان شيقا ما حكته، ولكنه لم يكن ما يهم أيوب. كان يهمه أكثر أن يعرف أشياء عن حياتها كامرأة. يوم سألها لم تخف استغرابها، قالت له إن ماضيها ذاك الذي يسأل عنه إنما هو ملك لها هي وحدها. لم يسألها أكثر، ولكنها قررت ذات مساء أن تشبع فضوله. على مائدة العشاء في شقتها الهادئة في بيا أوديرزو قالت له إنها تدرك أهمية ماضي المرأة في ثقافة كثيرين من العرب والمشارقة، ولذلك قررت أن تخبره عن ماضيها. أبلغته بأنها لولا حبها له ما كانت لتفضي له بما ستفضي به. وكذلك علم أيوب أنها كانت متزوجة من رجل من صقلية اسمه روبرتو، كان يملك محلا تجاريا في فلورنسيا. قالت إنها تركته لما اكتشفت أنه يخونها مع صديقة لها اتخذها خليلا. تركته وتركت فلورنسيا وباشرت إجراءات الطلاق. رأى عينيها تدمعان وهي تحكي بعض التفاصيل في ذلك المنقلب الذي عرفته حياتها. كانت في 25 وقد قطعت على نفسها ألا تتزوج من إيطالي، وظلت تصرف كل طاقاتها في عملها كمسؤولة إدارية في معمل لصناعة الأدوية. قالت إنها منذ إذ صارت تقرأ أكثر من كل وقت مضى من حياتها. زيارتها إلى القيروان كانت رحلتها الأولى إلى خارج إيطاليا منذ ما يزيد على 12 عاما. مسحت الدمعات التي التمعت في مقلتيها، ابتسمت في وجهه تحاول عبثا أن توهمه بأنها أقوى الآن من كل تلك الآلام التي تسبب لها فيها طليقها روبرتو. لن ينسى أيوب لحظة قالت له مارغريتا إنها أغرمت به منذ النظرة الأولى، لأنه كان يستوفي ملامح بطل من إحدى الروايات قرأتها قبل بضعة أعوام أكثر من مرة. تنفست نفسا عميقا وقالت: كان بطلا حقيقيا، أنقذ أميرة من زمن بعيد كانت هاربة من قطاع الطريق. أبلغها مأمنها وتوارى عن الأنظار. عادت في قوة تبحث عنه، ولكن لم يعثر له على أثر. وظننت وأنا أقرأ تلك القصة أنه غادر إلى بلاد وراء البحر. ذاك كان ظني. رشفت من كأسها وعيناها ذواتا زرقة خلجان البحر المتوسط تركزان على عينيه، ثم عادت لتحكي له. قالت إنها فرت من روبرتو وخيانته وتسلطه، لم يكن بشهامة البطل الذي أنقذ تلك الأميرة. قالت إن رجالا كثيرين حاولوا الاقتراب منها، ولكنها لم تكن ترى فيهم إلا نماذج لروبرتو مكررة بألوان مختلفة. كانت تبحث عن رجل بملامح ذلك البطل الذي قرأت قصته مع الأميرة. كانت تخال نفسها تلك الأميرة عينها.
ولما رأتها، لما رأت أيوب، حدثتها نفسها بأنه هو البطل الذي تبحث عنه، ولم تكن رحلتها إلى تونس من أجل البحث عن ذلك الشهم. كانت ملامحه وهو يتحدث عن مسجد عقبة بن نافع تتطابق تماما مع الملامح التي رسمتها لذلك البطل الشهم، ولذلك حين حدثتها بدت وكأنها تعرفه منذ زمن بعيد جدا. مالت عليه ووضعت رأسها على كتفه. الشمعة التي على المائدة يتراقص نورها داخل كأس باللوري فترسم على جدران الغرفة أشكالا تبقي كل الأبواب مشرعة لرؤيتها في كل التجليات التي يتيحها الواقع والخيال على حد سواء. رفعت رأسها ونظرت من جديد في عينيه. قالت بهمس: هل وعيت الآن بأنني كنت في حالة هروب من تلك السنوات التي كنت فيها زوجة لروبرتو؟ هل وعيت الآن بأنني صادفتك في هروبي وصرت مهربي وملاذي؟ لقد أحببتك بصدق يا أيوب، وأملي أن تكون حقا مثل البطل الذي أنقذ الأميرة. أحس أيوب بأن المرأة التي مكنته من التحليق إلى روما كما يحلق النسور جدير به أن يبادلها حبا بحب. ضمها إليه وقال لها إنه يقبل أن يكون بطلها الذي هربت إليه.